سيد مروان وين سيد المزاج جاكم جاكم دهبي جاكم مستثمر جاكم جاكم المستثمر ادخل يا اخي جاكم المستثمر جاكم المستثمر جاكم جاكم المستثمر جاكم جاكم المستثمر جاكم جاكم المستثمر جاكم 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 المستثمر جاكم جاكم المستثمر جاكم جاكم المستثمر جاكم جاكم شباب أي واحد يطلع ما عاد يدخل ايش الكلام ده يا طلاب ليش اقول لكم شيء ما تزعلون فشلتوني والله فشلتونا يا طلاب شفت الاغراض هذه اللي جبتها هذه كلها وديتها للمستثمر ارضي فيها تدرون ايش قال قال لا انا ابغى المتاجر هذه بس التسويق فاشل مسفر برا خلاص تعال ليش متاخر يا مسفر راح ابدل اجيب في الكوب المتجر واثق فيك وانت اقل واحد اخذ مع المستثمر 50 ريال انا اسف والله لا تقول لي اسف قول للمستثمر انا اسف المستثمر لك كلكم لانك تشتري من عندي والجمهور تشتري من عندي صح والناس اللي صوتت اسف لهم والناس جميعاً. اللي شرت اسف لهم جميعا اسمعوا انا احبكم تعرفون ان الشاه بندر معكم بس يرضيكم رئيس التجار ينفصل لا والله ترضي ينقطع رزقي ترضون بالشيء ذا ما ترضون طيب ليش ما تسوقون زي الناس ابو طرقيع زعلان علينا الاسبوع الماضي ايش بنسوي للمستثمر الجاي عبيان اوت ما شاء الله تبارك الله والله العظيم ما في اي احترام ادخل مسفر بالرميثة وعبيان خصم 50 ريال ادخل ما شاء الله تبارك الله ايش اللون الابيض هذا يا بيان ابيض في ابيض مزين غامه ممطره والله حلوه طيب اسمع انا والله احبكم وانتم تعرفون الشيء هذا ان الشاه بندر دائما معكم انا عارف انكم انتم تحتاجون دراهم وانا بضبطكم بس اقسم بالله العظيم ما تسوقون زي الناس ان يفصلوني ترضون على اخوكم يفصل مرحبا الف خصم 50 ريال تفضل ثلاثة خصم 50 ريال مكشخ أخونا تفضل أورانس برضو للقيمة 50 ريال أحمد العوض 50 ريال كم عندنا في جيبنا الحين كم في جيب الإدارة إيش ترحب وتخصم سم ترحب ولا تخصم أرحب وأخصم 50 ريال الشاه بندر ترحيبه بخصم لنا الله لنا الله 50 ريال مصمر راجل ما 50 الله رحمها والله يا جاري هذا أنا زعلان اليوم والله العظيم إني زعلان ما تزعلوا عندك أبو عوض ولا يهونون الربع وش تبي يا أمر عيون لك فديت عيون فديت عيون ترى الكلام الحلو يجي براسي انا ما يسعدك حبيبي قول قول من عيوني مره ثانيه الزعل ما هو بلايقن عليك بشراء اقول ما تزعل وعندك ابو عوض طيب اسمعوا ارحب انا رحت اليوم السوق اللي جنبنا وشفت قمه الترتيب والتسويق شوفوا اشتريت من عندهم شوفوا من وين من عندهم ما هو من عندي بس المشكله ان متاجركم قويه انتم مشكلة المستثمرين يرغبونكم أنتم ما يرغبون غيركم فأبغى التسويق تشتغلون عليه أبغى الأفكار تطلع الدراهم عندي أنا ضبطكم في الفلوس أنا ماني بخيل
كل ما سألت أحد فيكم قال الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي بتشوف بتشوف ولا شاف شيء المستثمر. أبو طرقيعة رجع للبر وهو زعلان. الله يرحمها. أبشر يا شاه بندر وصل الأمور. طيب أنا عقابا لكم المزاد مقفل اليوم. وشو؟ وكل واحد بيقعد في متجره. وفي استثناءات. وعشاني برضو لطيف معكم وأدري إنكم تحبوني وأحبكم. اللي يبغى يقايض مع خويه متجره ما عندي مشكله. كيف؟ اللي يبغى ياخذ متجر خويه وخويه ياخذ متجره ما عندي متجر. بس بمقابل. ما يعرف ما يعرف. خلاص كيفك؟ الحين دالحين صفحه جديده. انا بس اسال. والله. تسمح اسال؟ اذا تسمح انا المقدم اسال.